السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي الكرام متتبعين وزوار قناة تعليم الكهرباء من الصفر. في حلقتنا اليوم إن شاء الله سوف أتطرق إلى شرح واحد القضية صارت لواحد جاري. قال لي كل ما صار لي مشكل في الدار ديجونكتور أو القطع تاع برا ولا تاع الاكستيريور اللي كان لا بروتيكسيون قبل الكونتور تاع الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء نورمالمون لوجيكمون يديجونكتي الديجونكتور برينسيبال تاعو. ومن بعد كي رحت شفت لقيت الديجونكتور برينسيبال تاعو ما كانش، قال لي طاح اليوم بان بارك شنتيت كاع كامل الحالة. ومن بعد كي شفت لي ديجونكتور صغار هذوك اني بولار لقيتهم وقيلا دار 32 امبير 32 امبير اوكي شركة توزيع يتمد لك 32 امبير في الديجونكتور تاعها تمد لك ديجونكتور 32 امبير. دونك كي ندير انت لي ديجونكتور صغار اني بولار ب 32 امبير معناتها اولا ما احترمتش لي ميزير دو سيكوريتي او لا فورش دو سيكوريتي باسكو لوجيكمون مثلا لا شومبر ما نديرش 32 امبير نحتاج انا مثلا نحتاج لومبيراج في لا شومبر او في غرفة النوم نحتاج 10 امبير الماكسيموم على الاكثر. اذا درت كامل ديجونكتور كبير بزاف معناتها نحتاج 10 امبير. هو داروا له 32 امبير ماشي هو اللي دار على كل حال باسكو سي تون ابارتمون كيما دخلها جديده دونك لقاهم ب 32 امبير. انا راح حبيت برك نوضح هذه النقطه والصالون مثلا ما نديرش 32 امبير ندير مثلا 16 امبير ولا ندير 20 امبير او ميبطو بزاف باسكو في الصالون يكون برك ان تيليفيزور مثلا تلفاز ويكون ميكرو اورديناتور مثلا ما نحتاجوش لومبيراج بزاف نحتاجو لومبيراج في لا كويزين حنا نديرو 16 امبير كاينين اللي يديرو 20 امبير بصح 20 امبير خير من 32 امبير باسكو 32 امبير نديرو الديجونكتور برينسيبال اللي نديرو ب 32 امبير ديجا شركة توزيع الكهرباء ما تسمح لك تزيد فوق 32 امبير فوالا. دونك نروحو نشوفو الديجونكتور تاع برا اشحال عندو. انا لقيت عندو اذا شفت مليح دونك 25 وقيلة دروك نروحو نشوفو باش اذا كما راكم تشوفو هذا هو الديجونكتور تاعو كما راكم تشوفو ماركي 25 امبير هذا الكونتور تاع شركة توزيع. دونك يجي تريسيتي مع هاد الكونتور يروح هاد عفوا يجي مع هاد الديجونكتور قبل لي ماركي 25 امبير ومن بعد يفوت الكونتور من الكونتور يروح الديجونكتور برينسيبال عفوا تاع الدار. ومن بعد دونك كيما راكم تشوفوا هادو سي دي بواط فيزيبل تاع لي كونتور واحد اخرين هنا ماركيين 32 امبير باش برك تشوفوا لي نورم تاع شركه توزيع الكهرباء كما راكم تشوفوا. دونك عندنا 25 دروك نروحوا للدار. دونك كما راكم تشوفوا هذا الطابلو عنده لي ديجونكتور تاعو دارهم كامل ب 32 امبير هادو اللي كما راكم تشوفوا هادو كامل دارهم ب 32 امبير اورك هادو نورمالمون كي ديستريبي مثلا دير لا دوش دير لها مثلا مع لا دوش مع غرفة النوم كما قلت لكم قبيلة ما لازمش يكونوا كيف كيف كل واحد لازم يتقرب لفرشة السيكوريتي تاعو. مثلا درت غرفة النوم بعشرة نديرها بعشرة باسكو ما عندناش لومبيراج بزاف في الصالون كيف كيف في الكولوار نديرو ثمانية ولا تسعة في لا كويزين اللي نديرو برك لومبيراج كبير هذا مكان. اتمنى انكم استفدتوا في هذا الفيديو.
باش برك بارطاجيو هذا الفيديو باش اللي ما عندهمش الخبرة ولا يستفدوا ان شاء الله من هذا الفيديو باش ما يديروش 32 امبير في هذه الحالة. رانا بعدنا بزاف على لا فورشيت دو سيكوريتي، استدير ما لناش حنا ما راناش بروتيجيين في هذه الحالة، بس كل من بعد لامبيراج على لامبيراج اللي نحتاجوه في الدار كل من بعد لا فورشيت دو سيكوريتي. دونك كما قلت لكم لازم ديروا ان ديجونكتور صغير سورتو في الطابلو دو ريبارتيسيو، سي بور سا اللي نديروا الطابلو دو ريبارتيسيو. سينو علاش نديروا الطابلو دو ريبارتيسيو؟ ما نديروش الطابلو دو ريبارتيسيو، دونك سي بور ريان. فوالا، اتمنى انكم استفدتم في هذه الحلقه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى الحلقة القادمة إن شاء الله.